الصراحة الزلزال فاش ضرب الزلزال المغرب اليومين الأولى حنا جاني في نظر باصي شي زجاجة مكاينش لا السياحة الداخلية بعدا مشاو بحال هاد الناس خوات المدينة الخارجية راه باقي شوية حنا تنهتو معاهم شوية بشوية هادشي اللي كاين كيفاش دابا هاد الوقت هذا اليوم بعدا بحال اليوم الحمد لله اليوم الحمد لله شوية ماشي بحال هاد الأيام تجي لي فات هاد 3 جوغ لي فات ماشي بحال كانت ميتة اليوم الحمد لله شوية الحركة بدات ترجع شوية بدات ترجع الحياة كما كان قبل الزلزال مخيفة شوية وبهذا عاود نشوف المسائل شوية اللي وقعت في مراكش لكن شوية بالنسبة للسياحة شوية تراجعت شوية ودابا الحمد لله شوية بدات كتر بعض الدول باقيين كيدخلوا فيها اللي باقيين مرزية فيها واللي باقيين كيدخلوا بالنسبة لحد السبعين ولا شي ما دخلتش شنو هما الرسالة ديالكم دابا حاليا؟ الرسالة ديالنا هو المدينة خاصها تنقى مابقاش فيها هادشي مشوه بالنسبة للسياحة لما تنقاش ديجا كيصور الأصدقاء ديالو ما يمكنش يجي ما يمكنش عاود يجي كيبان ليه باقي البلاد شوية خصهم يسارعوا في هادشي ديال بالنسبة للمدينة.